السلام عليكم البنات، كما راكم تشوفوا اليوم جينا نديروا بطاطا كريسبي تلبيه اللي طالب بكم. نهدرتها في داك لي ساندويتش تاع خليه النحل، كامل عجبتكم الوصفه وطلبتوها مني، راني جيت نديرها. اول حاجه نحتاجوها يا البنات كما راكم تشوفوا المكونات ماشي بزاف متواجدين في كل منزل. اولا نحتاج البطاطا، انا درت 1 كيلو بطاطا. عندي هنايا شويه فلفل كحل ما نكتروش بزاف، مغرف صغيره تاع فلفل عكري، شويه ملح، مغرف صغيره درت انا، باكي تاع لي فيغ شيميك، وعندي زوج مغارف كبار تاع مايزينا، وعندي كاس تاع الفارينه كما راكم تشوفوا هاوي كاس فارينه، وكاس ونص تاع الماء. البطاطا ما غليتها ما والو، ديروها ديرات باسكو لو كان تغليوها صدقوني ما تجيش تقرمش، تجيكم هكا من الفوق تقرمش والداخل ما تجيكمش من قرمشه. الوغ نسبقوا نديروا الفارينه تاعنا مع المايزينا ونزيدوا لي زيبيس باش ما تجيناش صامطه، الملح مغرف صغيره كما قلت لكم تاع الملح، مع باكي تاع الخميره، نديروا فلفل عكري وفلفل كحل، نخلطوهم مع بعض ونديروا لهم الماء. نخلطوهم بالفوي ولا بالمغرف ولا باش حبيتو نتوما، كي يولو هكا خليط يعني ليس نديرو البطاطا تاعنا. بالنسبه للبطاطا كيما قلت لكم ما تغلوهاش، انا قطعتها عادي، ما تكونش رقيقه بزاف ما تكونش خشينه، نديروها داخل ونخلطو. انا راح نستعمل يدي لهنايا باسكو باش تكون براتيك خير، ديجا هذاك الصالادي هذاك شويه صغير. فوالا عفسه بسيطه، طريقه سهله بالبزاف، وصدقوني تجيكم قرمشه وتقعد مقرمشه لاطول مده. نجيبو بابي فيلم باش نغطوها ونخلوها ساعه في الثلاجه. فوالا هكا كيما راكم تشوفوا هنا، انا كنت هاي ليك شوفوا كيفاش تجي تطلق البطاطا شويه الماء. عندي هنايا كاس ونص تاع الفارينه درت لهم، انا كنت بديت ندير بعد فكرت بلي مانيش نفيلمي، درت غير شويه تاع الفلفل العكري بعدا حبست تكاكيت. زدت هنا مغرف صغيره تاع الملح تكون معمره وفلفل عكري باش توجور تجي هذيك الحموريه شابه فيها، درت واحد المغرف صغيره هادي. بعد نربدو ديك البطاطا تاعنا نرموها في الفارينه، نسيو نفضو الماكسيموم الفارينه باش ما توسخش بزاف الزيت، هي توسخ توسخ على كل حال، مي بصح نسيو باش ما ديرناش الشياط في الدار. نخلط وبار اكسبيريونس راكو تشوفوا هاد الاولانيه، هاد الاولانيه تجي تقرمش وتجي مليحه وتجي شابه، بصح الثانيه تجي خير منها باسكو علاش جات تكون تشمخت شويه هذيك الفارينه، درنا كي شغل هذاك شتو السمك كيفاش يجي هكذاك شغل تجي شغل باسكو علاش هذيك الفارينه تولي لك شغل براكس براكس. فوالا هادي هي باش الا فهمتوني، الاولى تجي هايله ثاني بصح الثانيه تجي خير منها، ودو كي تجربوها تفهموني. عندي هنا الزيت سخنتها، نجي نقلي البطاطا تاعي عادي، راح تاخذ لكم الوقت حوالي 5 دقائق الطيب، طيب لكم كيما البطاطا مقليه عادي. كيما قلت لكم انا في الاول ما غليتها ما والو، ما غليتها نص طياب ما والو، نبقاو ما نحركوهاش قاعد حتى تحسوها طابت باش نقلبوها. هذه الدوزيام شوفوها كيفاش جات، كيما قلت لكم تجي خير من الاولانيه باسكو انا سي با لا بروميير فوا ندير هاد البطاطا كريسبي، تما خلاص تعودت عليها. فوالا حتى تلحق لهاد المرحله باش نجو نقلبوها، ما نقلبوهاش مع الاول باسكو تبدا تتكسر البطاطا. هاد البطاطا تجي بزاف بنينه، يعني ننصحكم ديروها ماكوش رايحين تندموا، وتحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم باسكو الضياف شغل ما تقدروش تعرفوا وقتاش يجوكم بالضبط، ما تقدروش تخلوا لا ديرنيغ مينوت باش تقلوا البطاطا، هي غير تبرد شويه شتوها تولي شغل ميته كاع البطاطا. بصح كي ديروا هاد البطاطا كريسبي راح تقعد لكم واقفه هكا، راح تقعد تقرمش يعني تجي شابه تشبح لكم الطابله. نزيد نقلي الاخرى كما راكم تشوفوا،
يعني درت لي كمية لبس بها، كلينا وشبعنا والحمد لله. انهي ما زربت لكمش الفيديو باش تشوفوا كلش كما راكم تشوفوا. هايلي خليت لكم على فيديو بطيء يعني. انا اش راح ندير؟ راح نرش لها فلفل عكري، صافي ماشي بزاف ما نكترش، شويه برك يعطيها منظر جميل، وشويه ملح ثاني نزيد نرش لها شويه برك تاع الملح. انا بطبيعتي نموت على الملح، بطبيعتي ماشي ملح للصحه بصح انا انسانه نموت على الملح تو سامبلومون. انا بها توجو نزيد شويه هذيك تاع الملح. فوالا كما راكم تشوفوها تجي هايله، تجيكم واقفه الحبه وتقرمش قرف بنينه على ضمانتي. شوفوها نستنى تعليقاتكم ان شاء الله ديروها وكامل، على بالي بلي كامل تعجبكم باسكو الوصفه رائعه ما عنديش شك. نعمر انا راح نعمر في هذا برك باش نبريزونتي فيه، وراح ندير في الطبسي ثاني. شوفوا شحال شابة ما شاء الله. انا كنت درت معاها سلطة سورية تاع الباذنجان، نهضت لكم سلطة سورية بالطحينة. انا في الحقيقه حنا كيفاش كليناها في الدار كنا نغمسو، ما حبيتش باك نفسد لهم الديكور قبل ما نحط لهم لا طابل. هذه حطيتها فلوس، كنا نغطسو البطاطا في هذيك تاع الباذنجان، جات بزاف بنينه. بالنسبه للوسمو كتبوا سلطات سوريه صراحناش، تخرج لكم الوصفه اللي درتها، درت لكم شحال من سلطه سوريه. فوالا ان شاء الله يا البنات تكون الوصفه تاعي اليوم عجبتكم، واذا عجبتكم ما تبخلونيش بجام، واللي ماشي مشتركه في القناه تنقلها اشتركي، وان شاء الله راح ندير لكم جديد دائما كما العاده. بقاو على خير البنات، تتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.